تحياتي لكم أصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ طبعاً لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو بما يعرف بالـ SEC تضرب سوق العملات المشفرة من جديد. طبعاً أصدقائي، بعد اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات لعملة الـ XRP على أنها ورقة مالية، اليوم لجنة الأوراق المالية والبورصات أو بما يعرف بالـ SEC يضرب عملة الـ BUSD ويضرب منصة باينانس. رح نعرف كل تفاصيل هاي القضية بهذا الفيديو. قبل ما نبلش بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا لبعد الآن. طبعا أصدقائي، انخفضت عملة الـ BUSD إلى 99.9 سنت. هذا هو الدولار مستقر لمنصة باينانس، يعني مفروض يكون بسعر الواحد دولار وما ينزل وما يرتفع. اليوم انخفض عملة BUSD بعد قضية لجنة الأوراق المالية مع شركة باكسوس. هاي الشركة اللي هي مصنعة لعملة BUSD وهي اللي بتقوم بصك عملة BUSD العملة المستقرة لمنصة باينانس. طبعا لجنة الأوراق المالية قالت لمنصة باكسوس انه عملة BUSD اللي بتقومي بسكة هي ورقة مالية غير مسجلة. لتقوم منصة باكسوس بالتوقف عن صك المزيد من عملة BUSD، وقالت لجنة باينانس انه ممكن تنخفض الماركت كاب الخاص بعملة باينانس USD او BUSD وينزل الماركت كاب تبعها، تنتقل اموال مستثمرين الى عملات مستقرة تانية. ضربة قوية لمنصة باينانس، لكن القضية والاتهام توجه الى منصة باكسوس. لحد الان ما في اي قضية على منصة باينانس، القضية على منصة باكسوس. طبعا قال سيزي باينانس انه اموالك داخل BUSD لا تزال امنة، لان شركة باكسوس لديها غطاء وتم تدقيق الاحتياطي الخاص بالمنصة من قبل كثير من الجهات التنظيمية. وقالت منصة باينانس او قال مؤسس باينانس اللي هو سيزي باينانس بتغريدة على تويتر، قال رح نستمر في دعم عملة BUSD في المستقبل المنظور، ونحن نتوقع انتقال المستخدمين إلى عملات مستقرة أخرى بمرور الوقت، وسنقوم بإجراء تعديلات على المنتج وفقا لذلك. وعلى سبيل المثال ممكن نبتعد عن استخدام BUSD باعتبارها الزوج الرئيسي للتداول وما إلى ذلك. يعني ممكن عملة باينانس تختفي من منصة باينانس أو يتم التوقف عن التداول بهاي العملة. خليك حذر وانقل رأس مالك من عملة BUSD إلى عملة USDT. إذا أنت بتستخدم عملة BUSD بشأن الرسوم، فتنقل رأس مالك إلى عملة USDT، لأن عملة USDT في الوقت الحالي أكثر أمانا. أصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.